البطوله الافريقيه كنت قريب منها او 96 فاكر انت يمكن انا انا وصلتكم كنت بالظبط كان معانا كرول ها لا كان معانا كابتن محسن صالح لا 96 في الاول لكن بعد كده غيروا كنت كرول. احنا كنت قريب قوي للبطوله للاسف الاصابه وانت زي ما بتقول وصلتنا وتعورت يمكن حضرتك كابتن في البطوله دي حضرتك كنت بتلعب ديفندر يعني بزبط. كابتن محسن صالح كان بيلعبنا انا ليبرو هو قال لك انا عايز يعني استفاد من كابتن انا رمزي كقائد للفريق كنا احنا كنا حتى حضرتك شفت الاسامي اللي كان موجوده كلها معظم يعني مع احترامي ليها لعيبه كويسه بس ما كانش معروفين بالنسبه للجماهير المصريه فانا كنت بلعب ليبرو كابتن يعني يمكن اول مباراه ليا كان ماتش السودان في الماتش ده في السودان في اسكندريه اللي احنا كسبناه 3-1 ان الماتش ده جه ضربه جزاء والكابتن حضرتك موجود والكابتن الكاس وانا رحت امسك الكوره وهشوطها يعني انا اصلا مش مكتوب اسم ان انا اشوط ضربه جزاء هو كاس فعلا كاس هو كان نمره واحد كان نمره واحد وحضرتك اثنين ووليد كام ثلاثه فانا لقيت نفسي بمسك الكوره وهشوط لقيت الكابتن محسن بيصرخ من بره اسيبه قلت له هشوط يا كابتن فصممت يعني فصممت يمكن حطيتها كويس اول في حامد بريمه بتاع حارس مرمى كبير جدا كان اداني الفانيلا بتاعته يعني فالبطوله العربيه لعبنا بقى مباراه كانت لازم نكسبها يا كابتن اللي في تنزانيا حضرتك كنت مصاب في المباراه دي كنا احنا لازم نكسب يعني لو التعادل يطلعنا خارج البطوله فالحمد لله يمكن احرزت هدفين والحمد الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل تعدين كسبنا اثيوبيا في اثيوبيا لكن انا جات لي اصابه بقى فهي دي اللي عطلتني كتير ما سافرتش معاكم.